المعارك وخاضت المعارك الأولى بنجاح عدو منهار. كملنا المرحلة الأولى بنجاح وهسه ننتظر المرحلة الثانية. يطمئنون القوات الأمنية جاية حتى تخلصهم. واحنا عندنا معلومات أنه اكو انتفاضات صارت داخل مدينة الموصل ضد المجموعة الإرهابية التكفيرية. يريدون الخلاص من هذه المجموعات الإرهابية ويستبشرون خير بالقطاع الأمنية إن شاء الله. واحنا جايين إن شاء الله نخلصهم. تعاون تقريبا التعاون المشترك بين الجانب الامريكي وقطعة الامريكيه قدم لنا اسناد جوي.